بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في شرح البرنامج. أنا هقوم بشرح البرنامج اللي اتمرنا عليه مع الأستاذ سيد بدران واللي كان فيه الدورة، والبرنامج ده بفضل الله بيأهلنا نعمل أي برنامج مع الممارسة والشغل إن شاء الله. أول ما بنفتح البرنامج بيظهر لنا شاشة دخول المستخدمين، عبارة عن اسم مستخدم وكلمة مرور. وأنا عامل اسم مستخدم افتراضي دلوقتي مدير، كلمة السر أو كلمة المرور 1 2 3. عندنا أول ما بنفتح البرنامج بيظهر لنا شاشة البرنامج أو واجهة البرنامج، وهي عبارة عن 4 قوائم منسدلة. قائمة الماليات مختصة بعمليات سندات القبض والصرف والخصومات، أما قائمة التأسيس فهي مختصة بإضافة العملاء والموردين والأصناف والملاك وإضافة مستخدمين للبرنامج وتغيير كلمة السر. أما الفواتير فمختصة بفواتير الشراء والبيع ومرتجعات الفواتير ومرتجعات الشراء. التقارير عبارة عن كارت الصنف والصندوق وحساب العميل وحساب المورد وحساب الملاك وحساب المصروفات واليومية، وعندنا تحليل المشتريات وتحليل المبيعات والتأكيد أو الترحيل والمركز المالي والأقساط. أول حاجة نتعرف عليها المستخدمين. عندنا قائمة المستخدمين، لو حبينا نضيف مستخدم جديد بنكتب اسم المستخدم هنا. على سبيل المثال وليكن محمدين. كلمة السر الافتراضية هي 0، لو حبيت اغيرها بغيرها من زرار تغيير كلمة السر. الاسم بالكامل محمدين ابراهيم. احدد صلاحياته من هنا، بيقدر يدخل على المستخدمين او العملاء والموردين او الاصناف، بيقدر يعمل سندات قبض وصرف، بيقدر يعدل على اسعار، بيقدر يعمل خصومات، بيقدر يعمل فواتير بيع، يدخل على اليوميه والصندوق وحساب العملاء وحساب الموردين. كارت الصنف من هنا بحدد هو بيقدر يدخل على ايه وما يدخلش على ايه. اسمها الصلاحيات. لو انا علمت بالصح في التشيك بوكس ده يقدر يدخل على جميع العناصر دي، تمام. فاحنا حاليا احنا بنعمل مثلا التالي، بنحفظ المستخدم ده، ندخل مثلا بابراهيم. كلمة السر الافتراضية 0، لو حبيت كلمة السر الافتراضية 0 محمدين، كلمة السر الافتراضية 0، حبيت اغير كلمة السر من هنا بكتب مثلا محمدين. كلمة السر القديمة هي 0، كلمة السر الجديدة 1 2 3، كلمة السر الجديدة 1 2 3، بنعمل تغيير واغلاق فبيغلق لنا البرنامج. بنفتح البرنامج مثلا من جديد، بنقدر ندخل بعد تغيير كلمة السر، ولكن احنا ندخل دلوقتي بمدير لان مدير مع جميع الصلاحيات. حاليا احنا ندخل بمدير ب1 2 3 لان مدير مع جميع صلاحيات البرنامج ويقدر يدخل على جميع أزرة البرنامج. تعال نضيف عميل جديد. من القائمة دي بنقدر نضيف عملاء جدد. عندنا فوق زر التالي والسابق وارقام كل عميل وله رقم. من خلال زر السابق والتالي بقدر اتنقل بين العملاء. وعشان اضيف عميل جديد بضغط في اسم العميل، بكتب اسمه سبيل المثال محمد ابراهيم. العنوان بنكتب عنوان المنصور على سبيل المثال. الرصيد الاول لو عليه فلوس بنكتبها هنا مثلا 500. لو عندي قائمة عملاء كتير ومش فاكر المعين موجود او لا بقدر ابحث من هنا. على سبيل المثال ابراهيم، بيظهر لنا ابراهيم ومعلومات ابراهيم. كذلك قائمة الموردين نفس الكلام، وقائمة الاصناف نفس الشيء. قائمة الاصناف عبارة عن باركود واضافة صورة للصنف وإضافة اسم للصنف وسعر الجملة وسعر البيع وسعر الشراء ورصيد أول صنف لو عندنا منه في المخزن، واللي عندنا في المخزن ده بكام بنحطه هنا رصيد أول قيمة. لو عندنا كمية أصناف كتيرة بنقدر نبحث عليها من هنا. على سبيل المثال بنضيف صنف جديد باسم، على سبيل المثال مفتاح سعر الجملة مثلا وليكن ببيع بسعر جملة 10، سعر البيع القطعي 15، بشتريه ب8 مثلا،
لو عاوز اعمل له صورة نعمل من استعراض وندور على صورة ونحطها لصورة الصمت، وليكن مثلا صورة الواتس دي، وبكده نكون حفظنا الصنف الجديد ده ونقدر نتنقل بين الأصناف من هنا. تمام، أما عن قائمة الملاك فهي نفس التعامل مع قائمة العملاء والموردين، نفس الشيء بالظبط. الملاك دول عبارة عن أصحاب الشركة أو أصحاب المؤسسة، وهم ليهم تعاملات مثل سندات القبض والصرف، وليهم فواتير بيع وشراء، مرتجعات فواتير ومرتجعات شراء، نفس الكلام برضه. بنقفل القائمة دي، مثلا نعمل فاتورة شراء، فاتورة عند مثلا مورد علي، اشترينا منه الصنف رقم واحد، جالون بني 3 كيلو أو 2 كيلو، اشتريت كمية منه 50، 50 × 10 بـ500. تمام، لو حبيت اعمل سداد نقدي لازم يكون عندي في رصيد الصندوق نقدي علشان اعمل سداد نقدي. اما عن فاتورة البيع فهي نفس الشكل بالنسبة لفاتورة الشراء، بختار العميل من هنا. تمام، نفتح بس، بختار العميل من هنا. تمام، واختار الصنف، على سبيل المثال واحد الجالون عندي منه في رصيد الصنف 50، عندي منه في المخزن 50، بعت منه 20، اتفضل منه 30، بعت منه 10، اتفضل منه 20. جملة الفاتورة عاملة 600. لو حبيت أعمل خصم من خلال المربع ده، حبيت أعمل سداد نقدي من المربع ده. تمام، حبيت أتنقل بين الفواتير من خلال قائمة السابق والتالي، حبيت أعمل معاينة قبل الطباعة ممكن من خلال الزرار ده، حبيت أطبعها مباشرة من خلال الزرار ده. عندي هنا زرار الجملة والتجزئة، ينفع إن أنا أبيع بسعرين، سعر الجملة وسعر التجزئة. تمام، حبيت أقسط، عندي زرار التقسيط، حبيت مثلا إن أنا أعمل الفاتورة دي تقسيط، بعمل لها تقسيط من خلال زرار التقسيط. ده بالنسبة لفاتورة البيع. مرتجع فاتورة الشراء، لو أنا اشتريت حاجة من مورد وحبيت أرجعها من خلال مرتجع فاتورة الشراء، نفس الكلام. مرتجع فاتورة البيع، لو في عميل حب إنه يرجع مشتريات مني من خلال زرار مرتجع فاتورة البيع. أما عن التقارير، كارت الصنف فهو بيبين لي الأصناف اللي عندي، بعت جبت منها كام وبعت منها قد ايه، وتفضل عندي كام دلوقتي حاليا. حبيت اعرف تفاصيل اكتر عن كل صنف بضغط على الصنف ده 2 كليك، وبروح على حركة الصنف، بعرف هي اذا كانت فاتورة بيع جبت قد ايه وبعت كام. عندي من هنا بقدر اعمل معاينة قبل الطباعة لحركة الاصناف وبطبعها، وهنا بقدر اعمل للأرصدة بتاعت الاصناف كلها، وبقدر من هنا ان اطبع. بالنسبة للصندوق، الصندوق فهي جميع التعاملات النقدية اللي بتتم في خلال البرنامج، سندات القبض وسندات الصرف وما الى ذلك. حساب العميل زي نفس الكلام برضو زي قائمة الاصناف، من هنا بقدر اشوف العملاء كلهم اذا كان هو مدين بمبلغ كام، الرصيد النهائي. يعني احمد عنده 1760، حبيت اعرف اكتر عن احمد بضغط 2 كليك، بروح على حساب العميل، بعرف هو اذا كان عمل فاتورة بيع. هنا عمل فاتورة بيع مدين بـ1160، وعمل فاتورة بيع برضو بـ600. حبيت اعمل له كشف حساب، من هنا بقدر اعمل معاينة وطباعة، من هنا بقدر اعمل تصدير ممكن PDF او اكسل. هنا كشف حساب تفصيلي، ده هنا كشف حساب تجميعي زي ما حضرتك شايف. اسم العميل أحمد، عمل فاتورة بيع، فاتورة البيع عاملة 1160، ما دفعش منها حاجة، إذا فالعميل ده مدان أو مدين في 1160. نفس الكلام أحمد، خد فاتورة بيع، اللي هو أحمد، العميل أحمد خد فاتورة بيع، فاتورة البيع دي عاملة 600، فهو ما دفعش منها حاجة،
فبالتالي تترحل عليه 600. هو دلوقتي مدين في 1760 جنيه، 1160 زي 600 ب 1760. أما بالنسبة للأزرة دي، زي ما قلنا إن عملية المعاينة وعملية الطباعة ده هنا من أرصدة الحسابات كلها، بقدر أشوف أرصدة الحسابات كلها، ومن هنا بقدر أعمل لهم طباعة، ومن هنا بقدر أعمل لهم تصدير. حساب الموردين نفس الكلام ونفس القائمة ونفس التعامل، هنا من هنا أرصدة الموردين كلهم، ومن هنا حساب كل مورد. لو انا اتكيت على علي هنا مثلا، بعرف اذا كان عمل فاتورة شراء كل حركة على حدة. تمام. حساب الملاك هيبقى نفس الكلام برضو، نفس الكلام، نفس التعامل مع قائمة حساب العملاء وحساب الموردين. حساب المصاريف نفس الكلام برضو، بس هنا أرصدة المصروفات عن فترة زمنية معينة. اليومية هنا هي جميع الحركات اللي بتتم في البرنامج، فاتورة شراء، فاتورة بيع، عملت خصم، عملت سند قبض، عملت سند صرف، بيظهر لي هنا في اليومية. بقدر أحدد من تاريخ لتاريخ، بيظهر لي جميع حركات ما بين التاريخين. أما عن قائمة تحليل المشتريات، فهو هنا بيقول لي قد إيه اشتريت من مورد. مثلا اشتريت من مورد في خلال تاريخ 14، من 14 ل 14 اشتريت من محمدين كمية 50، قيمتهم 500. هنا لو بالأصناف، أنا اشتريت صنف واحد في اليوم ده، اشتريت منه 50، قيمته 500. هنا بيجيب لي بالتاريخ، هنا بالتاريخ أنا اشتريت كمية 50، قيمتهم 500. هنا أصناف وعملاء، أصناف وموردين. يعني أنا عندي هنا ممكن أشوف أنا اشتريت من مورد ده كام صنف، أو من الصنف ده اشتريت من كام مورد. تمام. تحليل مبيعات نفس الكلام، عندنا إفرادي، تحليل مبيعات عميل، تحليل المبيعات بالأصناف، تحليل مبيعات بالتاريخ، تحليل مبيعات أصناف وعملاء، أو عملاء وأصناف. أما عن قائمة التأكيد، قائمة التأكيد دي بتكون مثلا فاتورة الشراء والسندات والكلام ده كله. لو حبيت أأكد يوم كامل، بقدر أأكد يوم كامل من هنا، بحدد اليوم وبعمل له تأكيد، بحيث مقدرش أعدل في اليوم اللي خلص. يعني اليوم ده خلص بقفله، بعمل له تأكيد. والقائمة دي لها صلاحيات محدش يقدر يخش عليها إلا في وجود الصلاحيات. أما عن قائمة المركز المالي، قائمة المركز المالي تقرير شامل عن البرنامج، بيقول لي قد إيه عندك في الصندوق، وقد إيه إجمالي الموردين، وإجمالي العملاء، وإجمالي الملاك، وأرصدة أول الفترة، وقيمة المشتريات التي تمت، ومرتجع المشتريات، والبضاعة المتاحة عندك للبيع، والمبيعات، ومرتجع المبيعات، وصافي المبيعات، ورصيد آخر الفترة، وتكلفة المبيعات، والخصومات، الخصم المسموح والخصم المكتسب اللي بيكون من المورد، الخصم المسموح به اللي هو بيكون لعميل، وقد ايه ربح البيع اللي تم، والمصروفات اللي تمت. وبيبين لنا التقرير صافي الأرباح. من هنا بقدر اطبعه، ومن هنا بقدر اعمل له معاينة طباعة. اما عن تقرير الاقساط، فهو تقرير بيبين لي عمليات الاقساط اللي تمت على البرنامج، بيوضح لي لو عندي اقساط النهارده او اقساط متاخره، او الاقساط اللي تم سدادها، او الاقساط اللاحقه او القادمه. ومن هنا بيكون شرحنا معظم البرنامج، باقي السندات والخصومات والكلام ده كله سهل ان شاء الله. ومن هنا بحب اوجه الشكر لاستاذنا الجميل الاستاذ السيد بدران، واقول له ان شاء الله القادم افضل باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.